بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني مش هعطيكم بس تصغير على الـ على الانديكاتير نتاع النيسونس كاش يخدم او العداد نتاع البنزينة كاش يخدم، يعني في السيارة. هو العملية كلها سهلة ما فيها شيء. هو فما هنا عندنا حاجة اسمها جوج، شوف فيها نقرأ فيها جوج، عندنا جوج وعندنا هو كونتور اللي هو العداد هذا. جوج نسموه جوج بالفرنساوي، ونسموه بالعربية يعني مقياس نتاع بنزينة، او يعني يعني الحاجة يقيس بها يعني الوقود الموجود في الخزان، سواء بنزينة ولا نافطة ولا أي حاجة، أي مقياس. عندنا هذا الجوج اللي قلنا هو مقياس، عندنا هنا العداد اللي هو الكونتر يعني نتاع الوقود، وعندنا من هنا فيزيبل اللي هو لو كان تصير فيه ماس ولا حاجة يتحرق ولا حاجة، مش ما يخربش، مش ما يفسدش الكونتور، ما يعملش مشكلة. وعندنا البطارية اللي هي بطارية، عندنا فيها سالب وموجب، وعندنا اللي هو كونتاكت اللي هو المفتاح اللي في وسط السيارة اللي باش نخدموا به السيارة. طبعا الإنسان وقت يحط كونتاكت التابلو كله عنده، اللي عنده يشعل التابلو كله يشعل، ياخذ طبعا الكهرباء من البطارية ويعطيها للعداد، لأنه هو يخدم بالماس ما يخدمش بالكهرباء. وإذا كان فيه بنزينة العداد الخفافة تطلع تقول له فيه يعني وقود، كان ما فيش تبدأ الخفافة لوطة، هو اللي يعطي الانديكاسيون للعداد هذا. عندنا أخونا عنده جولف 2 جولف 2، عنده مشكلة في الإشارة متاع الحرارة والبنزينة ما يشتغلوش في العداد اللي هو هذوما الإشارات الزوز هذوما اللي في النص، والتسعات اللي قاموا في الاجانب انا كيف كيف يعني شابوا البعض. فما الجولف 1 والجولف 2، الجولف 1 والجولف 2 كيف كيف بعضهم في الموضوع هذايا. احيانا يكون فما مشكل من فما قطعه سموها ترانزستور اللي هي هذه سهله تركيبها ما فيها شيء، يعني يشريها من عند البياع ويركبها في العدد نتاعو اللي هي تدخل هنا، يعوجهم شويه هم طبعا يبعدهم شويه من هنا وشويه من هنا على روحهم. ساعات تلقاهم حاضرين بعاد على بعضهم، شفتوهم بالطريقه هذه. هي كعبه فيس هنا يعني يفكها بالمفكه وبالترنفيس، وفيها للحام لا فيها شيء، ويدخلها في مكان القديمه، يعني القديمه تلقاها موجوده راكبه. احيانا المشكل يكون من هذه كي مثلا العدد نتاع الحراره ونتاع البنزينه ما يشتغلش او واحد منهم. اغلب الاحيان في الجولف 2 والجولف 1 جولف 1 وجولف 2 فيهم المشكل هنا، البروبليم هنا نتاع القوي نتاع ليسونس والقوي نتاع التمبيراتور، يعني حساس الحراره وحساس البنزين احيانا في العداد ما يخدموش. في هذا يبدو ما يخدموش الاثنين مع بعض او واحد بس، يعني يكون المشكل الاغلبيه يعني 90% من القطعة هذه اللي هي تتباع أحدها وبسهولة تام يشريها صاحب السيارة ويركبها هو وحده. يعني العداد سهل فكانه من مكان، ما في شيء. شوفوا هنا فيه كعبة فيس، هنا تجيب المكان هذا، في كعبة فيس تجيب المكان هذا، ما فيش حاجة يعني. وتجبد في خيط، في الخيط نتاع فما اللي فيه فيشة واحدة وفما اللي فيه فيشتين، ينحي الفيشتين وينحيها على برا، يفك على برا، يلقى فيه الشكل هذا من الخلف. طبعا ينحي عدد ينحي الكابل كونتير اللي هو خيط السرعه، يفكه من مكانه باش ينجم ينحي الكونتير من مكانه، ويفك القطعه هذه بكعبه فيس يعني ويركبها، ما فيها شيء، يشريها من عند البياع ويركبها. يعني تلقاها احيانا عند اللي يبيع قطع غيار، الاغلبيه تلقاها عند اللي يبيع قطع غيار فولكس فاجن، يعني اللي يبيع قطع غيار فولكس فاجن تلقاها عنده، وممكن تلقاها عند اللي يبيع قطع غيار الراديوات والتلفزيون والامور هذيك الالكترونيك، ياخذ معاه القديمه ويوريها له ويركبها وحده ما فيها شيء. اذا كان المشكله من هي تو المشكل يتصلح، اذا كان المشكله من هذه تو المشكل عنده يتصلح، واذا كان تصلح واحد بركه يشوف المشكل الاخر منين، لان هنا تو التابلو يتسمى تهنى عليه، كان خدام التابلو هو هكا في مكانه تهنى عليه ما عادش حتى مشكله. اذا كان المشكله من هي تهنى، واذا كان المشكله من حاجه اخرى. بالنسبه للعداد الحساس نتاع الحراره، يمشي للحساس نتاع الحراره فيه خيط، نحي الخيط هذاك ويحطه على المحرك على طول ديريكت، يعني على العداد ديريكت على الحديد ديريكت،
يعني على طول الحديد طول. اذا كان فيها، اذا كان المشكله مش المشكله هنا، ينزل على هذه تطلع هذه، خلينا يحط هو الخيط على الحديد، هذه الساعه هذه تطلع حتى الاخ، معناتها هنا العداد لابس عليه. وفي البنزينه كيف كيف زاد عنده زوز خيوط من تالي مع بعضهم، يحطهم على بعضهم الزوز ويشوف، او خلي الكهربائي يشوف العمليه، مش ما هو ما يسببش مشكله في كهربته ولا حاجه. العمليه سهله وبسيطه، يعني اللي نقدر عليها نصوره لكم على الطبيعه نصوره لكم، واللي ما نقدرش نحط هيك يعني صور ونشرح لكم عليها، على اساس الانسان ينجم حاجه كما هذه ينجم يغيرها واحده، ما هيش مشكله يعني سهله كما تقول لكم. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.